جميل. اما بقى فيما يتعلق بالمسؤوليه المجتمعيه للنادي الاهلي، فعايزين نقول لحضراتكم ان امبارح الكابتن محمود الخطيب سلم مجموعه من شهادات الهيئه العامه لتعليم الكبار المعتمده عقب انتهاء المرحله الاولى من مشروع اهلي بلا اميه، اللي كان بيستهدف القضاء على الاميه بين كل العاملين داخل النادي الاهلي في مقره الرئيسي وكمان فرعي مدينه نصر والشيخ زايد. الحقيقه كانت لفته اكثر من ممتازه، شهدت المرحله الاولى تعليم 26 عامل بمقر النادي الاهلي بالجزيره و11 عامل في فرع مدينه نصر وزيهم في فرع الشيخ زايد. طبعا كمان قام الكابتن محمود الخطيب بتسليم شهادات تقدير الى كل المعلمين المتطوعين اللي شاركوا في هذه المبادره المحترمه، شيء اكتر من رائع لما نادي يفكر انه هو يشوف مين من العمال او العاملين اللي موجودين فيه امي فيتولى مسؤوليه اعاده احيائه يعني كانسان. فكره ان انت تساعد حد انه يبتدي يقرا ويكتب حتى لو كان في سن متقدمه شيء اكتر من رائع. هنتعرف على المزيد من التفاصيل من خلال هذا التقرير، اتفضل. قد كده لما انت تقدر انك انت يعني تقدم شيء وتلاقي نتيجته بتبقى سعيد بيها وفرحان بيها. يعني توجهات الدوله برئاسه يعني برئاسه طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ازاي يكون هناك مفيش يعني نقضي على الاميه في مصر. وانا دلوقتي سعدت جدا واحنا بنتكلم مع بعض ان احنا عندنا اكتر مع الاستاذ عاشور ان احنا كنا بنتكلم وصلوا ل 410 الف يعني حاله تم محو الأمية بالنسبة لها. ده أمر مهم جدا ورقم مهم جدا. النادي الأهلي بيكونه النادي الأهلي بتاريخه، النادي الأهلي بمبادراته دايما، النادي الأهلي في اتجاه الدولة وفي اتجاهه يساعد، لأن ده دور النادي الأهلي إن هو يساعد الدولة في اتجاهات اللي هي مجتمعية. عشان كده النادي الأهلي كان حريص جدا وأنا إنه يكون يشارك في هذه المبادرة وإن يكون كل أبناء النادي الأهلي عاملين أو غير عاملين وموظفين أعضاء أي حد يكون كلهم بيشملهم محو الأمية. أنا سعيد جدا جدا بإخواتنا العاملين اللي هم اجتازوا المرحلة دي، أنا بقول لهم مبروك لأنكم أنتوا الحقيقة عملتوا أولا أنتوا عندكم إرادة كبيرة جدا أنكم أنتوا تقدروا يعني تعلوا من نفسيكم. وبقول كمان بقى للساده المدرسين انا بشكركم جدا جدا على تعبكم، بشكركم جدا جدا على مجهودكم اللي الحقيقه وبدون مقابل، وده شيء الحقيقه بيخلي بلدنا دايما بخير لما يكون كل واحد بيحاول يعمل فعل او عمل خير للناس وللبلد. اعتقد ده امر يعني انتوا هتحسوه كمان في حياتكم وفي تاريخكم، وباذن الله لما ربنا اراد بينا كلنا يعني يوم الحساب يعني كل واحد بياخد جزاءه يعني. فانا الحقيقه بشكركم جدا، بشكر بقى لجنه المراه من خلال اللجنه العليا لان هم الحقيقه برضو خدوا الموضوع ده على عاتقهم واهتموا جدا، ومش بس الدعوه حتى الترتيب النهارده حتى اختيار الايات اللي بتتقال في توقيتها وفي مكانها ده شيء مهم جدا جدا. اعتقد ده النادي الاهلي لما يكون بيحب يعمل حاجه بيعمل حاجه كامله وحاجه من كل الوجوه. بشكر جدا هيئة التعليم استاذ عاشور شرفنا، بشكرهم جدا على مجهودهم، بشكرهم جدا على السادة المدرسين اللي كانوا موجودين وتعبوا مع أعضاء النادي اللي شاركوا في هذا العمل. مرة تانية دي مش أول دي أول مجموعة أول مجموعة، المجموعات اللي جاية إن شاء الله برضه هنلتقي إن شاء الله معاهم بإذن الله في توقيتها إن شاء الله، سواء أنا موجود أو مش موجود أنا هاجي لهم برضه يعني هاجي معاهم برضه. إحنا بنتعاون مع وزارة التربية والتعليم، هنفتح فصول إعدادي إن شاء الله في مقر النادي وهنتابعكم وهنتعاقد مع معلمين عشان تكملوا تعليمكم، وإن شاء الله بإذن الله المرحلة القادمة زي ما تفضل طبعا الكابتن الخطيب اللي أنا بتوجه ليه بكل الشكر لأنه بالفعل رمز من رموز الدولة المصرية حقيقي وبيتبنى دايما المبادرات القومية، فأنا بشكره على هذا الدعم ووجوده النهاردة في الاحتفالية، وإن شاء الله بإذن الله الدفعة الثانية نعلن النادي الأهلي أول مؤسسة رياضية خالية من الأمية إن شاء الله
تعالى. الحمد لله بفضل من ربنا، يعني ربنا أنعم علينا أن النادي الأهلي ده نعمة، نعمة الكيان ده حاجة جميلة جدا. النادي الأهلي مش نادي رياضي بس، ده نادي اجتماعي، نادي وطنية، اهتم بالخطة المستدامة للدولة، اهتم ببناء الإنسان. وعيلة الأهلي عندنا العيلة دي عيلة جميلة جدا، يعني هدفها التنمية وأن كله بيساعد بعضه. عندنا اهتمام جامد جدا ببناء الإنسان. لما عرضنا الفكرة من لجنة المرأة على اللجنة العليا حازت إعجابها وأخذت الموافقة من الإدارة التنفيذية، ولقوا الإدارة التنفيذية أن الطلب ده بيتماشى مع برنامج عيلة الأهلي اللي من الأول خالص كابتن محمود حطه، فإن إحنا نهتم بالناس. وبعدين أحلى حاجة إن إحنا مننا فينا، العيلة هي اللي علمت النادي الأهلي بولاده، علم إخواته اللي هم موجودين، إخواتهم يعني الشباب والسيدات اللي في النادي الأهلي هم اللي علموا إخواتنا العمال. صراحة كانوا ميسرين الموضوع جدا، وادونا دورة، وبعد ما خلصنا الدورة دي بدأوا ينظموا الأسماء ونزلوا أسماء أوريدي، وبدأنا ندرس لهم. قعدنا فترة والحمد لله في ناس كتير ما كانتش عارفة تقرأ ولا تكتب، دلوقتي ما شاء الله بيعرفوا يقروا ويكتبوا. بس طبعا تكملة المرحلة دي ان يتعمل فصول تانية للإعدادي والكلام ده كله، هيديهم زي ما بقولوا بوشنج يعني على أساس ان هم يكملوا الموضوع. لما لقيت الفرصة دي في النادي متوفرة وكده فقلت ان انا اشارك معاهم، وبصراحة كانت تجربة حلوة قوي، وفرحة الناس النهاردة وهي بتستلم الشهادات وهم متعلمين الصراحة كانت عارفة عوضت كل التعب اللي احنا مرينا بيه في التدريب وكده.